على جدران المسؤولين أعظم فنون الرسامين في السعودية بالتحديد. وفي أحد أهم اجتماعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ظهرت لوحة الفنانة لولو الحمود اللي جالت أعمالها العالم وشعرت بفخر الانتشار في بريطانيا ومتحفها الوطني إلى لوس أنجلوس وصولاً إلى متحف القارات الخمس في ميونخ وما ننسى طبعاً آسيا. ولكن ما في أي شعور يضاهي إن لوحتك تكون أمام أعين محمد بن سلمان. لولو الحمود وقصة فن سعودية. في كل بداية أكيد قصة مختلفة والجميع يحب يسمع قصص البدايات لأي فنان عظيم. أنت اخترتي فلسفة معينة للرسم وللفن عندك، حابين أكيد الكل يتعرف عليها. طبعاً البداية كانت وعرة، ما كانت سهلة. كنت أبغى أدرس فن. في البيت كان عندنا أمي كانت ترسم وكنت أتأمل في رسمها، يعني كان كذا زي الشخابيط بس يطلع فيه وجوه وكذا، نوع جميل من الفن. لما تعلمت الفن رأيت أنه هذا نوع من الفن الجميل جدا. أختي اللي أكبر مني ترسم وتأثرت فيهم جدا وكنت أرسم لكن ما أشبعني الموضوع. كنت أبغى أخذ الموضوع بتعمق أكثر، بدراسة أكثر، ما أبغى أدخل معهد فني يعلموني كيف أرسم ولا كيف هذا، أبغى أدرس تاريخ الفن، أبغى أدرس عن الفنانين، أبغى أدرس المدارس الفنية. فما كان موجود هذا، أهلي ما كانوا محبذين أني أنا أسافر خارج البلاد، وكنت صغيرة يعني تخرجت من الثانوية عمري 16 سنة. فقالوا لي شوفي مجال هنا، فكان البديل هو علم الاجتماع. شاركتي في العديد من المعارض العالمية ومثلت المملكة كسعودية، ولكن من الصعب جدا دخول المرأة السعودية أو حتى الفنان السعودي إلى المتاحف العالمية. كانت لك تجربة حابين نسمع عنها؟ كانت البداية، يعني سمعوا عني، والغريب أنه يعني كان شركات أجنبية أحياناً اللي تقترحني لزبائن سعوديين أحياناً في الخارج. انعرفت الحمد لله، وكان لي واحدة ألمانية تعرفت على شغلي واتصلت فيني وصارت زي ما تقولين ايجنت لي. أستاذة لولو، في الفترة الأخيرة وزارة الثقافة كان لها دور مهم في تمكين الفن السعودي بجميع أنواعها، هل أنت راضية عن هذا الدور؟ أكيد، إحنا طبعاً في زمن تحقيق الأحلام الآن، والحمد لله يعني الرؤية اللي انطلقت بأنه حيكون في متاحف وأشياء تدعم الفنانين شيء رائع جدا. شخصيا أنا على صعيد الشخصي استفدت جدا، لأنه كان في دعم من وزارة الثقافة، كذلك من إثراء كينغ عبد العزيز سنتر في الخبر، بأن أكون مشاركة في معرض في سان بيترسبرغ في الإرميتاج ميوزيوم، وطبعا حلم لأي فنان أنه يعرض في هذاك المتحف. في شخص اقتنى واحدة من لوحاتك وعلق في ذاكرتك، أو حتى أنت صرت سعيدة جدا باقتنائه؟ مش سعيدة بس كنت فوق الريح صراحة. في مكتب سمو ولي العهد محمد بن سلمان طلع على واس، كان في اجتماع في مكتبة وطلعت لوحتي، وأنا ما كنت عارفة أن لوحتي صراحة في مكتبة، فأرسلوا لي الناس اللوحة قالوا لي هذه لوحتك في مكتب الأمير محمد، وأكيد يعني كنت سعيدة جدا. صحيح، مصدر للفخر. في سؤال أخير، أين تري المرأة السعودية في المستقبل؟ المرأة السعودية ولا الفنانة؟ الفنانة والمرأة. طبعاً المرأة السعودية الحمد لله، أنا فخورة في المرأة السعودية بما أنجزت في السابق والآن. في السابق طبعاً كانت جهود صعبة والطريق كان وعر، الآن أصبح في إيمان بالمرأة مثلها مثل الرجل. كل إنسان يثبت نفسه راح يوصل، سواء كانت مرأة أو رجل. وأنا مؤمنة بأنه المرأة قادرة أنها توصل لأعلى الدرجات. اليوم ما شاء الله يعني شفنا صار في سفيرة لنا في الولايات المتحدة، وفخورة جدا بهالشيء، وأتمنى أشوف أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله.